وائل الإبراشي لماذا تزوج متأخرا؟ وأهم المبادئ التي عاش بها في حياته الشخصية ووصيته الأخيرة وسبب صادم لوفاته غير كورونا. في البداية إذا عجبك الفيديو فبرجاء اعمل لايك واشتراك في القناة. توفي بالأمس الصحفي والإعلام الشهير وائل الإبراشي، وسنقدم عنه في هذا الفيديو لمحات من حياته وأسرار لا يعرفها الكثيرون. ولد وائل الإبراشي في مدينة شربين محافظة الدقهلية عام 1963، وتخرج وائل الإبراشي من كلية التجارة، وهو عكس الأمر الذي يظنه الكثيرون بأنه خريج كلية الإعلام. كانت طموحات وائل الإبراشي في البداية هي السفر لدولة أجنبية بعد التخرج أو العمل كمحاسب بإحدى دول الخليج، وحاول وائل الإبراشي الهجرة بكل الصور ولكن فشلت كل محاولاته. فكر وائل الإبراشي في دخول مجال الصحافة وطلب من أنيس منصور الكاتب الكبير التوسط له، لكن أنيس منصور رفض مبدأ الوساطة، وصمم وائل الإبراشي حتى دخل مجال الصحافة. تأخر وائل الإبراشي في قرار الارتباط لأنه كان يعتقد أن النجاح يناسبه العزوبية، وأن الزواج يعطل الشخص عن التطور والتقدم في حياته المهنية. ولكن وفي سن متأخر فكر وائل في ضرورة الزواج وضرورة أن يكون له أبناء، وتزوج بالفعل من سحر الإبراشي، وهي سيدة تحمل مؤهل ليسانس أداب قسم ترجمة، ولكنه فضل ألا تعمل لكي ترعى ابنته الوحيدة جيلان. كان لوائل الإبراشي مبدأ في حياته الخاصة وهو الخصوصية الشديدة، وأبعد وائل زوجته عن كل الأضواء. ورغم أنه تزوج متأخرا إلا أنه صرح في لقاءات كثيرة أنه أحب أكثر من مرة، وقال أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون الحب. أصيب وائل الإبراشي بكورونا نهاية عام 2020، ولذلك يتعجب الكثيرون من سبب وفاته لأنه أصيب بالكورونا منذ أكثر من عام. وفي لقاء منذ ساعات قليلة صرحت زوجته بأن سبب وفاته يرجع لخطأ طبي تم في البداية، وهو خطأ علاجه بالعزل المنزلي والذي أدى إلى تفاقم حالته حينما ذهب للمستشفى في أول مرة، وكان أكثر من 95% من الرئتين قد تدمر للأسف. ظل وائل الإبراشي طوال عام 2021 في علاج مكثف بين المستشفى والعناية المركزة. آخر حلقة تلفزيونية قدمها وائل الإبراشي كانت في 24/12 عام 2020، وأشهر البرامج التي قدمها هي الحقيقة والعاشرة مساء والتاسعة وبرنامج كل يوم. أشهر المجلات التي كتب فيها روزا اليوسف، وأشهر الجرائد هي جريدة صوت الأمة. أما وصيته الأخيرة كانت أن يدفن في مدينة شربين التي ولد فيها. توفي وائل الإبراشي وهو لم يكمل عامه 59. رحم الله فقيد الإعلام وائل الإبراشي.